سلام اهلا بتونس، شنية الدنيا؟ ماشي الاستعدادات؟ اكبس لي روحك عاد، رانا قاعدين نقتربوا من اليوم المشهود والاحداث باش تمشي وتسخن نظريا على الاقل. ديجا البارح فما مستجدات ما لازمهاش تفوتكم. الصباح قالت اتحاد الشغل يصعد اضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية. في الصحافة اليوم في بيان الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل إقرار الإضراب العام ورفض برنامج الحكومة للإصلاحات برمته. هذا الخبر وهذه قراءة في الخبر في المغرب. الهيئة الإدارية تقرر الإضراب العام والمشاركة في حملة الاستفتاء. الاتحاد يعلن عن المواجهة الشاملة مع الرئيس. قلت لك راي باش تحفل ونعرفك انت باش تقول لي وين وجديد، هذا نعرفوه ونبرمج من قبل، وانت تغفص بالطبيعة خاطر الاضراب اللي فات كان في القطاع العام اكهو بالعربي في الشركات اللي تابعة الدولة، وكان مبرمج اضراب اخر في الوظيفة العمومية ادارات وزارات ومشتقاتها. كانت الامور ماشية بسياسة المراحل والتدرج في استعمال الاضرابات، فماشي ما الضغط يجيب والمفاوضات ترجع والحكومة تسيب روحها شوية، بلكشي بعد الإضراب الأول يرجع لها شاهد العقل وتحرك على إلغاء الإضراب الثاني. ولكن هيهات الحكومة ترينو كما رئيسها لا مجال للتفاوض والعودة إلى الوراء والحديث مع السائق. يعاد قال لهم الاتحاد تعرفش كيفاش هاو باش ننظم لك إضراب دوبل عظمة، قطاع عام ووظيفة عمومية، باش نحبس لك البلاد بالرسمي مادام طلعت ما تفهمش بالسياسة والمراحل، وكانك على الاستفتاء هنا سننخريطون. أما توكي نشوفوا الدستور وقتها نقولوا لك باش نصوتوا بنعم أم لا. بلغة أخرى هنا حتى غادي باش نشدوا لكم جول. على ذكر الدستور نورمالمون يهبط بعد غدوة ونسخة شلة العميد بالعيد مضمضوا ما كومش باش تراوها، باش جيكم نسخة سيدنا مباشرة، ونتوقع تفاعل وحملة وتصويت كلهم عقلانية ونقاش منطقي وحوار متحذر. تباز ما نتصورش كان باش نخلط على الدستور، سيدنا مغروم بمنشورات نص الليل وانا مضي ساعة نودعكم ونسرح بكل سرور وامتعاض. اميزيفو بيان وتحيا الديمقراطية على قناة 25 جويليا. اوك حمادي جبالي روح، والندوة متاع الداخلية تفسخت من موقع الوزارة كيما روح قبلوا البحيري وتسيبوا جماعة الإقامة الجبرية، وبقدرة ربي نزيدوا جمعة جمعتين ونشدوا العرايض ولا رفيق عبد السلام يعدي ويكاند بوشوشة ويروح. إصلاحات تونس، تطهير للبلاد، هذا هو عرض السيرك اللي محضرينه لكم لسيف السناء. هيا برا وتفرجوا وتمتعوا واشطحوا وتكربسوا وعملوا جو. توكي تكملوا يعيطوا لكم الصحاح باش تقصوا تساكر، او لاكثر دقه باش تخلصوا الفاتوره.